السلام عليكم. الموقع ده مهم جدا لتلخيص الكتب، تمام؟ هو بيعمل الذكاء الصناعي في ان هو يلخص لك الكتب، هتلاقي كتب قوية جدا في التلخيص بتاعها، بدل ما تقرا الكتاب كله ممكن تدوس عليه بيديك معلومات عن الكتب، تقدر تستمع ليها في الموقع البودكاست، تقدر انت تقرا الملخص بتاع الكتب تعرف بيتكلم عن ايه. لو انت عايز تشتريه ممكن تشتريه من هنا، ممكن تشترك في القناة البردية بحيث ان هو يبعت لك ملخصات للكتب، ممكن تكتب له اسم كتاب وهو يدور عليه، لو موجود عنده يجيب لك الملخص او يبدا ان هو يلخصه لك. فده كويس جدا الناس اللي هي مهتمه بانها تشوف اخر الكتب ايه وتقرا الكتب وانها تقعد تلخصها، دي اهم الكتب اللي الناس بتطلع عليها، فتقدر تدوس على اي كتاب فيهم وتشوف الملخص ده. مثلا انا بلخصت اكثر 7 هوايات للناس الاكثر فعاليه، فتقدر انت تشوف.